مشروع مياه فرجة تاديم في عزلة القريشة بمحافظة تعز مهدد بالتوقف بسبب تراكم المديونية عليه للمحروقات ومادتي الديزل والزيت تحديدا. والسبب بحسب المعنيين هنا يعود إلى ارتفاع أسعار المحروقات وعدم قدرة المشتركين على التسديد. الضخ أصبح بدل ما كان بالأسبوع أسبوعين أصبح الآن بالخمسة وعشرين يوما أو عشرين يوما، والسبب زيادة وإذا زيادة السكان، ثم إنه السقايات تلعب دور كبير في حل الأزمة رغم خطورتها على الأطفال وخاصة النازحين، الذي كان مفروض أنه يكون لا يدخلها السقايات هذه إلا ناس مقربين وعقال حتى لا يصاب الأطفال بشيء سيء لا قدر الله. شبكة القصاب يعني ما هي الشبكة الذي يمكن تضخ حقيقة، لأنه يطلع مني ضعيف جدا، أحيانا بعض البيوت تطلع ضعيف جدا ما يمتليش الخزانات. هذا نحن ناشد أيضا المنظمات، ناشد الجهات المختصة أن تعمل على توفير يعني الخدمات، لأنه أصبحنا متضررين جدا يعني. المشروع الذي تأسس على نفقة أهل الخير أيام التعاون الأهلي للتطوير يقدم خدمة إنسانية لأكثر من 4000 نسمة، وارتفع عدد المشتركين مع موجة النزوح الداخلية التي شهدتها البلاد بسبب الحرب. وجود النازحين بشكل كبير جدا، حوالي يمكن يكون 1000 أو 1500 عندنا بالقرية، عدد السكان الآن يتعدى يمكن 4600 أو 4800 نسمة. المشتركين 310 بيوت، ولكن في كل بيت حوالي 4 أو 5 أسر، كل أسرة حوالي 4 أو 5. هذا أثر طبعا على استهلاك الماء بشكل كبير جدا، أثرت علينا إحنا بشكل أكبر. ارتفاع قيمة الديزل من 1500 أو 2000 ريال إلى 14000 إلى 15000. الزيت هنا نأخذه ب 700 ريال الآن ب 14000 الدبة اللي هي 5 لتر، يعني واصلين إلى الهاوية. الديزل ما فيش، سعره مرتفع، مواطن يعطي السلف حق الديزل عاد، مكائن منتهيات، قصب منتهي، بوستر منتهي، كله منتهي، ما يقدرش المواطن حتى يسلم حق المي، وسبب الديزل مرتفع مرة. ايش تسوينا؟ معناته تقول لنا المواطن يقول لك ماشي فلوس، ما في شقة الديزل ما فيش، معناته ماكينة منتهية، ديزل منتهي، وما هاش ولا معنا حاجة. مواصل منتهيات، الناس دوم 35 يوم بلا مي، وسبب الديزل. صدع القصب يختلط بالماء يؤدي إلى ظهور الماء بالشكل هذا. الماء ظاهر بشكل هذا لأنه يحتك بالقصب، القصب عمرها من 40 سنة في 45 سنة. نتيجة لتقادم القصب، تقادم الشبكة الرئيسية والشبكة الفرعية يؤدي إلى ظهور الماء بالشكل هذا. أصفر مصفر. طبعا ضروري يسيبه المواطن يوم أو يومين عشان يركض أو يترسب ويطلع الماء نظاف بشكل أوفر. أناشد جميع المنظمات الداخلية والخارجية باللفتات الكريمة واللمسات الطيبة لمشروعنا الذي يعتبر من أول المشاريع للمنطقة بشكل عام في تبديل المضخة، المواصير الخارجية والمواصير الداخلية أيضا، وأشياء أخرى، أدوات تشغيل. يعاني المشروع من توقف العدادات نتيجة تهالكها، وهو بحاجة إلى شبكة حديثة متطورة، إضافة إلى جوانب أخرى بحاجة إلى تأهيل، والكل يشكو من عدم الاهتمام وغياب دور المنظمات العاملة في البلاد خصوصا في هذا المجال.